بص عزيز، لما يكون في خلل زي دوت فالسبب على طول بيروح الى التشريعات. صح. فالتشريعات اللي عندنا في مصر ضعيفه جدا. هناك قانون، واتفقت الاراء امبارح مع معالي الوزير خالد عبد الغفار في اثناء انعقاد لجنه التعليم هناك، ان مشروع حوافز البحوث اللي جاري النظر فيه في مجلس النواب لا يقل اهميه في للدوله عن مشروع قانون وكاله الفضاء. ليه؟ احنا البحوث بتاعتنا غير موجهه، مش عارفين هي رايحه فين. صح. ما بنوظفهاش لتحقيق غايه معينه. والادله كتيره قدامنا، فكان لازم نتحرك في هذا الكلام. صح. يعني هل يعقل ان مشروع البحوث اللي بينظر حاليا مطروح من 8 سنين؟ وهل يعقل ان هو وصل الى المجلس الموقر في صوره غير اللي خرجت اثناء من المجلس الاعلى للمراكز البحثيه؟ انا امبارح كنا بعرض، لا، في فرق كبير. القانون اللي وصل لهم في المجلس محطوط عليه بصمه معوقه، بس احنا بنغيره تماما. احنا قلبناه راسا على عقب. الامل ان شاء الله في البرلمان المصري، لان انا في الحقيقه طبعا انضميت يمكن من 3 شهور بس، ولم اكن ادرك الدور. دكتور مدحت تم اختياره ليكون المستشار العلمي. ده ترشيحي انا بس. تمام. الدور المستشار العلمي للجنه التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب. الدور الهام اللي بيقوموا به مجلس النواب. طب اهميه البحث العلمي او الغايه اللي احنا عايزين نوصل لها، انا هدي نموذج، والنموذج ده موجود على النت، مش هقول اسرار. العالم كله ومن ضمنها مصر اتفاجئت بالقبه الحديديه اللي عملتها اسرائيل. تمام. عملتها ازاي؟ دي واخدها ترني كي من الهند. يا سلام. مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ ترني كي يعني تسليم مفتاح. تسليم مفتاح لكامل تكنولوجيا الصواريخ. بالمناسبه بس عشان المشاهد اللي مش متابع، القبه الحديديه دي اللي هي منظومه الدفاع منظومه الدفاع ضد الصواريخ. هي طبعا مش قبه حديديه بجد، مش حطوا قبه حديد حوالين اسرائيل، لكن هي في النهايه زي الشبكه اللي حوالين اسرائيل، شبكه من الانظمه الدفاعيه اللي بتخلي اسرائيل من وجهه نظر يعني النظام ده او السيستم ده محميه ضد اي توجيه صواريخ من اي دوله معاديه ليها. خدتها مقابل ايه؟ فلوس الدنيا كلها للهند ما كانتش هتديهم هذا الكلام. خدتها مقابل كاميرا راداريه بتركب في الاقمار الصناعيه. عملوا هذا الديل. اسرائيل ادتهم الكاميرا، اديتها لهم. واديتها لهم. وخدت قدامهم منظومه الصواريخ. ولم تقف عند هذا الحد. لا، دي طورتها بصوره. معناها ان الهند دلوقتي من اولى الدول الفضائيه اللي موجوده. صح. لا، الهند متفوقه جدا في البحث العلمي. جدا. الاثنين على شانهم بهذا التبادل. ده بيمتلك تكنولوجي وده بيمتلك تكنولوجي، بدلوها مع بعض. يبقى القصه هنا مش فلوس، القصه هنا في التكنولوجيا. لازم نمتلك تكنولوجيا.